الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامج الركن الخامس الذي ياتيكم عبر فضاء السعوديه بالتعاون مع وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذا الشعار المبارك شعار التلبية الذي تتردد أصداؤه في مكة المكرمة من هؤلاء الحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويؤدوا هذا النسك العظيم من أركان الإسلام الحج مشاهدينا الكرام من أعظم مقاصده تحقيق التوحيد في نفوس المسلمين وفي ذواتهم من خلال هذه المناسك المباركة والتلبيات المتوالية في هذه المشاعر المباركة يسرنا في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدين الكرام ونحن نتحدث عن التوحيد والحج بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن سليمان البريه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم والتهنئة لكم وللمسلمين موصولة ببلوغ هذه الأيام المباركة حياكم الله سعد الرزاق وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا هذه العشر المباركة العظيمة نعم. الانبياء والرسل شيخنا الكريم ما ارسلوا الا حتى يحققوا التوحيد الخالص لله عز وجل. دعنا نتحدث هنا عن علاقه الحج بالتوحيد. بلا شك ان التوحيد ان التوحيد وعلاقته بالحج علاقه وطيده، بل ان الكعبه بيت الله الحرام لم تبنى الا للتوحيد ولاجل التوحيد ولاهل التوحيد ولاظهار معالم التوحيد ولاظهار معالم التوحيد، فذلك الارتباط ارتباط هذه هذا الركن العظيم وهو ركن الحج بالتوحيد ارتباط وثيق جدا جدا في كل شعيره من شعائر الحج في في يظهر فيها التوحيد جليا، وفي كل ذكر من اذكار الحج يظهر فيها التوحيد جليا، وفي كل موقف من مواقف الحج يظهر فيها التوحيد جليا، وكل اعمال من اعمال الحج يظهر بها يظهر فيها التوحيد جليا ولذلك لو تأملنا لو تأملنا في الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا لو أن الله سبحانه وتعالى ربط وكثيرا ما يذكر التوحيد في آيات الحج، في الآيات الحج التي جاءت في سورة البقرة، وآيات الحج التي جاءت في سورة الحج، بل إن الله عز وجل جعل سورة كاملة للحج، ولا ولا شك أن هذا يدلنا على على ارتباط أن على أهمية هذا الركن العظيم وأنه مرتبط ارتباط وثيق بالتوحيد. نعم، لو تأملنا بهذا الشعار العظيم، شعار التلبية، شعار التوحيد الذي في كل حرف من حروفه ينبض بالتوحيد الخالص لله عز وجل، ونحن نسمعه كذلك في المشاعر المقدسة وبين الحجيج وفي الحافلات وفي كل مكان. نعم، لعل من يعني من, من معالم التوحيد في الحج وهذا المظهر العظيم مظاهره هذه التلبيه العظيمه التي شرعها الاسلام وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين وهم يؤدون هذا المنسك العظيم فلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك, لبيك لا شك ان هذه 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 التلبيه العظيمه التي وصفها جابر رضي الله عنه في حديثه الذي يعتبر عمده واصل في 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 أداء المناسك قال وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد يعني أهل بالتلبيه فسماها توحيدا نعم لماذا هي توحيد؟ لأنها كل كل حروفها وكل جملها وكل كلماتها تدلك على التوحيد لبيك اللهم لبيك وتأمل معي قوله لبيك فهذه الكلمه العظيمه لا تصدر إلا من إنسان محب فأنت دائما ترى الشخص الذي تحبه تجدك تخصه بهذه الكلمة. صحيح. كما كان الصحابة رضي الله عنهم لما يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك وسعديك، قال يا أبا هريرة فقال قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فقال رضي الله عنه لبيك يا رسول الله وسعديك. فهذه الكلمة لا تخرج إلا من محب ولا تخصها إلا بمن تحب، وأعظم من يحب هو الله سبحانه وتعالى، فأنت تجيب النداء الذي شرعها الله عز وجل لإبراهيم وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتينا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لله عز وجل كيف يبلغ صوته للناس جميعا فقال عليك 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 البلاغ وعليك الصوت وعلينا البلاغ او كما جاء في الحديث فالله عز وجل هذه التلبيه شرعها لان او الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذه التلبيه لان فيها التوحيد العظيم ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عنها كلام عظيم في قال انها هي شعار انها هي شعار الموحدين شعار الموحدين ولذلك خلافا لاهل الشرك خلافا لاهل الشرك كانوا في الجاهليه حينما يحجون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهم مع أنهم يحجون إلا أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فأبطل الله عز وجل وأبطل الدين وأبطل الشرع وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التلبية الشركية وجاء بهذه التلبية العظيمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بخلاف المشركين سابقا صحيح حينما يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكه، يقصدون طبعا الهتهم الوسائط هاي. نعم الوسائط، الالهه والاصنام وغيرها، لكن مم. الاسلام جعل المؤمن يلبي لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولا شك ان هذه التلبيه هي من مظاهر التوحيد، صحيح. ومن معالم التوحيد العظيمه في هذه الفريضه العظيمه وهذا الركن العظيم وهو حج بيت الله الحرام. مم. نعم شيخنا الكريم ايضا صنع الله عز وجل في الكون ومعجزاته وخلقه للانسان، خلقه للكواكب، يستحيل ان يكون معه شريك. بلا شك, شك يعني كيف تعبد صنم لربما لو جززت يعني رقبته لا يمكن ان يدافع عن نفسه بلا شك و يعني هذا الأهل العقول والفطر السليمه هم لو كانوا يعني يعملون عقولهم ويتفكرون لا شك مثل ما قال مثل ما قال الاعرابي قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير والسماء ذات ابراج فسماء ذات ابراج وارض ذات بجاء في سجاج الا تدل على السميع البصير أوه. سبحانه وتعالى فهذا الكون كله يسبح لله ويسبح بحمده سبحانه وتعالى فلا شك أن الذي يتأمل وينظر ويتفكر يجد أنها كلها تدل على التوحيد وتدل على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الشيخ <applause> الكريم دعنا نتأمل بأركان وأنساك وواجبات الحج حتى سننه تجدها جميعا تدعو إلى توحيد الله عز وجل يعني كأن هذا المؤتمر الإسلامي العظيم يقدم مراجعة للمسلمين في كل مكان من أجل أن يتعهدوا التوحيد في قلوبهم بلا شك لا لو لو تأملنا يعني أركان الحج وواجباته وسننه وتأملنا شعائره لو وجدت مثل ما ذكرت لك آنفا أنها مرتبطة بالتوحيد فمثلا خذ معي مثلا الطواف الطواف حول الكعبة هذه الكعبة المشرفة التي شرفها الله عز وجل وبناها إبراهيم عليه السلام الخليل وابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هذه الكعبة الطواف حول هذه الكعبة لا يوجد بقعة على وجه هذه الأرض يجوز ان يطاف بها على وجه التعبد الا بيت الله سبحانه وتعالى الحرام فهذا يدلك على ماذا يدلك على ان هذا معلم حقيقي للتوحيد فلا يمكن للمسلم على وجه هذه الارض ان يطوف باي لا, لا بالاضرحه ولا بالقبور ولا بالمزارات ولا باي شيء وانما يطوف على وجه التعبد ببيت الله سبحانه وتعالى الحرام فهذا يدل على ماذا يدل م. يدل على التوحيد وان هذا معلم معالم التوحيد لذلك الله عز وجل ماذا قال قال وليطوفوا بالبيت, بالبيت العتيق الله فخص الله. الطواف بالبيت العتيق فالمسلم وانا ادعو حقيقه جميع المسلمين ان يتاملوا في هذا خاصة الذين يعني يعني يرون مثلا في بلدانهم مظاهر مظاهر القبور والاضرحه وما يطاف حوله ويعمل حوله ادعوهم ان يتاملوا في قول العزيز وليطوفوا بالبيت العتيق الله فالله عز وجل لم يأذن إلا أن الطوف فقط بالبيت العتيق فلا يجوز أن نطوف بأي شيء غير على وجه هذه الأرض إلا بيت الله الحرام سبحانه الله وتعالى على وجه التعبد فهذا لا شك أن الطواف بالبيت يدل على ماذا؟ يدل على انه يعني معلم معالم التوحيد وهذا اثر من اثار التوحيد على المسلمين. هو استجابه لامر الله عز وجل يعني بلا فقط اللي هو الطواف. يعني نعم نعم. بلا شك. شيخ الكريم يعني ونحن نتحدث هنا عن الحج والتوحيد والمشاعر المقدسه، هذه الاجواء الايمانيه المفعمه بالطهر والنقاء، لن نستطيع ان نتجاوز ذلك الموقف العظيم من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما قال وقبل الحجر الاسود، قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك انظر إلى عظم التوحيد انظر إلى هذه الكمية الهائلة الإيمانية في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يتحدث عن هذا الأمر صدقت صدقت وكلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة عظيمة نعم. كلمة عظيمة لو تأملها الإنسان ويعني تفقه فيها وتدبرها لوجدها لو انها تقضي على مظاهر البدع والمحدثات والتبرك بشيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فعمر رضي الله عنه لماذا قال هذه الكلمه؟ قال لان الناس حدثاء عهد بعباده الاصنام والاحجار وكانوا يتمسحون بها ويتبركون بها، فهو اطلق هذه الكلمه لكي يعي الناس ويعرفوا ان هذا الحجر لا يضر او ينفع بذاته مع انه حجر مبارك ونزل من الجنه الله. ومع ذلك لا 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 حينما تتمسح انت بها او تمسح عليها انت ايها المسلم فانما انما تفعل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. الله. فلا يمسح على وجه هذه الارض شيء على وجه التعبد الا الركنان الركن اليماني والحجر الاسود فقط اما غيره فلا يمسح على وجه التعبد لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلقها صريحه فقال والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه الله وسلم يقبلك ما قبلتك تأمل لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالحجر هذا لا ينفع للأسف سيد عبد الرزاق نرى اليوم للأسف بعض المسلمين هداهم الله من يأتي يمسح على الحجر الأسود تجد يمسح على جسده أو يمسح على أطفاله أو على نسائه رجاء البركة وهذا لا شك انه كل هذا من المحدثات. يقدح في التوحيد؟ يقدح في توحيد الانسان نعم، لأن البدع تقدح في توحيد الانسان وتقدح في 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 دينه، لذلك من المواقف التي التي جاءت ايضا في السنه ابن عباس رضي الله عنهما كان يطوف هو ومعاويه رضي الله عنهم جميعا، وهم من كبار الصحابه ومن اجلاء الصحابه وكل الصحابه اجلاء رضي الله عنهم، فكان معاويه رضي الله عنه يمسح الركن اليماني نعم ويمسح الحجر الاسود ويمسح الركن الشامي ويمسح الركن العراقي فقال له ابن عباس رضي الله عنه قال لماذا تمسح على الركن الشامي والركن اليماني فقال له معاوية رضي الله عنه وهل في البيت شيء مهجور الله هل في البيت شيء مهجور؟ يعني نمسح شيء ونترك شيء؟ فماذا كان جواب ابن عباس رضي الله عنه؟ نعم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه وتاملوا هذا هو الذي نريده الناس الأمة. جميعا نعم حبوا نعم. ترجمه القران. الله فقال له رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنه معاويه رضي الله عنه قال له ولكني طفت مع رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم فما رايته يمسح الا الحجر الاسود والركن اليماني والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جميل. فماذا كان رد معاوية رضي الله عنه قال صدقت لأنه قبل النصيحة قبل النصيحة فالإنسان حينما يعني يتمسح بالركن اليماني أو الحجر الأسود فإنما هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام مع ضيفنا الكريم نطوف في أرجاء الركن الخامس عبر فضاء السعودية فاصل قصير نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم الحج والتوحيد فكونوا معنا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الجديد في ركننا الخامس عبر فضاء السعوديه يسرنا ان نرحب بضيفنا الكريم الجديد صاحب الفضيله الشيخ محمد بن سليمان البريه مدير اداره المساجد والدعوه والارشاد بمحافظه المجمعه اهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم الجديد حياكم الله جميعا نعم الشيخ الكريم يعني قبل هذا الفاصل كان لكم بيان مبارك ومسدد في وضعنا في الصوره فيما يتعلق بعلاقه الحج بالتوحيد دعنا نتحول الان الى صور ومظاهر تحقيق التوحيد في الحج من نعم. من الصور العظيمه في في تحقيق التوحيد في الحج نعم. ان الانسان ذكرنا التلبيه وذكرنا الطواف حول البيت وذكرنا الحجر الاسود والركن اليماني ومشروعيه لماذا شرع يعني المسح عليهما وما وما هو حال المسلم استشعاره وهو يمسح على الحجر الاسود والركن اليماني فاخذنا من فائده عظيمه وهو انه لا شيء يمسح على الكعبه مطلقا لا كسوتها ولا جدرانها ولا الركن الشامي ولا الركن العراقي، وإنما هم الركنان فقط الحجر الأسود والركن والركن اليماني، هذا يمسح على وجه التعبد، أما غيره فكل هذا من المحدثات والتي والبدع التي تقدح في توحيد في توحيد المسلم، قد يقول قائل الكعبة مباركة مشرفة نقول نعم صحيح هي مباركة، لكن نحن أمرنا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا نفعله. الله. ولا نتجاوز حدودنا نحن متبعين ولسنا مبتدعين الله. من المظاهر السيد عبد الرزاق نعم. أن الإسلام شرع بعد ما ينتهي المسلم من الطواف شرع له أن يؤدي ركعتين خلف مقام إبراهيم خلف مقام إبراهيم وخلف مقام إبراهيم شرع للمسلم أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون مم. وفي الركعة الثانية بعد سورة الفاتحة سورة الإخلاص وفي هذا السبب الرزاق يعني ملحظ جميل ومعلم من معالم التوحيد الله فكأن الإسلام يقول لك استشعر وأنت تقرأ سورة الكافرون البراءة من الشرك وأهله الله لأن من صلب عقيدتنا وعقيدة أهل الإسلام البراءة من الشرك وأهله وكأن الإسلام يقول لك وأنت تقرأ في الركعة الثانية في في الطواف خلف مقام إبراهيم كأن الإسلام يقول لك وأن تقرأ سورة الإخلاص أنك تخلص العمل لله سبحانه وتعالى لأن هذه الحج لأن هذا الحج عبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة الله سبحانه وتعالى وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من المظاهر التي يجب على الانسان ان يتأملها، ولذلك انظر استاذ عبد الرزاق وتأمل وانا ادعو الجميع يتأملون مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، نعم. انظر كم المخالفات التي تقدح في عقيده المسلم ما فعله بعض الناس من التمسح به ويمسحون على على على, على اجسادهم واجساد اولادهم، وكل هذا ندعو اخواننا المسلمين انهم يتأملوا ويسألوا انفسهم سؤالا هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعله الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم؟ لوجدوا ان الجواب لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه رضي الله عنهم وخير خير للمسلم ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. وايضا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ما الداعي لمثل هذه الممارسات والتبرك والله عز وجل الدعوه اليه مباشره ويستجيب للمسلمين والمؤمنين بفضله ومنته مع انه مستغن عنه مع ذلك فهو يغدق عليهم من النعم والفضائل الشيء الكثير. ولذلك مم التوحيد من, من اعظم ثمار التوحيد نعم انه لا يجعلك متعب, متعب عبد لغير الله سبحانه الله وتعالى لا 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 لملك مقرب لا لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا الى ولي صالح وانما في قلبك الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تامل قول الله عز وجل وان المساجد لله لله فلا تدعوا مع الله أَحَدًا يجب على اهل الاسلام إذا دخلوا المساجد واعظم المساجد بيت الله الحرام اذا دخلوا لا يكون في قلوبهم الا الله سبحانه وتعالى الله. تامل معي يسأل عبد الرزاق في في, في 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 المساجد التي يوجد فيها اضرحه وقبور اهل الاسلام يدخلون لها بعضهم نسال الله لهم الهدايه يدخلونها وفي قلوبهم من صاحب القبر وصاحب الضريح لكن نعم. الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلذلك لا يجوز أن تزاحم، أن تزاحم هذه العقيدة بـ 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 بأضرحة ولا قبور ولا مزارات، ولذلك تأكيدا لقولك: الإسلام جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى الشيخ الكريم محورنا القادم الحقيقة أنه يشعرنا بالفخر والاعتزاز والمحبة لقيادة هذه البلاد المباركة وهي ترعى جناب التوحيد في المناسك الطاهرة والبقاع المباركه في مكه المكرمه من خلال وجود وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد كذلك وجود هذا الجهاز المبارك هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير المسلمين من الوقوع في الشرك والناي كذلك بالحج عن الشعارات السياسيه والمذهبيه والطائفيه مع ان المملكه العربيه السعوديه هي من تدير الحج ومع ذلك فهي تنأى عن وجود مثل هذه الشعارات نريد منكم الحديث في ذلك حفظكم الله الله سبحانه وتعالى نعم لما امر ببيت لما امر ببناء البيت وامر بذلك ابراهيم عليه السلام قال واذ واذ بوانا لابراهيم مكان البيت نعم أن ماذا ان طهر بيتي للطائفين الى اخر الايه نعم. فتطهير البيت اعظم تطهير للبيت هو تطهيره من مظاهر الشرك والبدع والمحدثات وهذا الذي فعله ابراهيم عليه الصلاه والسلام فبناه لاهل التوحيد ولاجل التوحيد بامر الله سبحانه وتعالى نعم. ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ويدخل الحرم وإذا حول الحرم ثلاثمائة حول البيت عفوا حول البيت ثلاثمائة وستين صنما جعلها أهل الجاهلية حول الكعبة فكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى قول يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فطهرها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تعاقبت الدول على مكة وعلى الكعبه المشرفه ثم ظهر فيها من مظاهر البدع والشركيات وغيرها الى ان الت الى هذه الدوله المباركه كما تكرمت الدوله السعوديه الدوله السلفيه السنيه ومن منذ ان وحد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى هذه الدوله من عهده رحمه الله تعالى الى ابنائه وهم يعني يتعاقبون على الملك قد حققوا هذا تحقيقا عجيبا ويشكرون عليه وحقيقة يعني يحبون في الله سبحانه وتعالى لأجل إظهارهم لعقيدة التوحيد فأن تدخل وأنا وكل أهل الإسلام يدخلون إلى بيت الله سبحانه إلى, إلى, إلى الكعبة المشرفة لا نجد إلا الحمد مظاهر من مظاهر الشرك بل ولله الحمد لا نجد مظهر من مظاهر البدع وتجد مثل ما تكرمت يعني رئاسة الحرمين لها جهود في, في, في ذلك عبر يعني العاملين فيها وتجد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإنشاد جهود أيضا جبارة في ذلك عبر العاملين فيها من الدعاة وغيرهم وتجد أيضا لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهود لذلك بل أنا أقول لك أعظم من ذلك حتى رجال الأمن لهم جهود حتى في إنكار البدع والمحدثات ولا أنسى والله قد مر علي موقف حمدت الله سبحانه وتعالى على وجود هذه الدولة كان أطوف بالبيت و جنبي شخص بجوار شخص يقول يا علي فقال له رجل امن قل يا الله قل يا الله رجل امن يعني ليس هو من 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 من, 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 من الاجهزه المعنيه من الاجهزه المعنيه ومع ذلك استشعر واجبه لانه في دوله ترعى التوحيد وترعى السنه وكل هذا يقولون برفق وعنايه جميل. لو كان غيرهم ما تجد مثل هذا العمل لكنهم يقولون وينصحون برفق وعيانه بعنايه وبمحبه وب يعني محبه للمسلمين ان ان يتركوا مثل هذه التعلق بغير الله سبحانه وتعالى من المحدثات م. والبدع فلا شك ان الدوله السعوديه لها جهود جباره انظر مثلا في الأخ... يعني من 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 الامور التي حقيقه سرت كل مسلم ما يعني في في غار حراء وما يعني ما امر به ولاة الامر وفقهم الله من من, من تنظيفه و و والعنايه به وازاله كل مظاهر يعني البدع والمحدثات التي حوله ولو اردت ان اذكر يعني ما قامت به الدوله السعوديه سواء الدوله السعوديه الاولى او الثانيه او الثالثه الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله تعالى ولي عهده محمد بن سلمان وفقهم الله تعالى لطال بين المقام لكن حقيقه اشهر من ان تذكر واعرف من ان تعرف. نعم، الشيخ الكريم يعني انت يمكن يوم حكيت قصه رجل الامن جزاه الله خيرا وهو يحاول تاكيد معنى التوحيد في هذا الحاج، يعني لا تقل يا محمد قل يا رب محمد. صحيح. من خلق محمد؟ من كلفه بالرساله؟ ايضا يعني لو تكلمنا هنا عن هذه المناهج التعليميه المباركه في بلادنا وهي ترعى التوحيد ومسؤوليتنا سواء في الحج او في غير الحج او في المشاعر المقدسه او حتى في مساجدنا من توجيه بعض الوافدين الى المملكه العربيه السعوديه حينما يخالفون التوحيد. نعم المملكه العربيه السعوديه ضربت اروع الامثله في توجيه حجاج بيت الله سبحانه وتعالى. نعم يعني يعني حقيقه يعني جندت كل طاقاتها لاجل هذا الشيء هي لم تجند طاقاتها فقط فقط عفوا هي لم تجند طاقاتها فقط في مثلا صحه الناس فقط لا وانما جندت جندت طاقاتها في صحتهم عبر الجهات المعنيه وجندت طاقاتها عبر امنهم وجندت طاقاتها عبر ايضا في عقيدتهم واسلامهم فهي اليد الحانيه التي ترعاهم فيوجهون وجعلت هناك دعاه وجعلت هناك اعضاء لهيئه الامر من المنكر يوجهون الناس الحمد لله برفق وجعلت هناك يعني حتى بشتى اللغات ان تجد في 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 المواقع التي يعني يحرص الحجاج على ان يزورونها او ياتون اليها تجد ان الدوله قد وضعت رجال مهيئين باخلاق كريمه وباسلوب جميل ومعهم حتى مترجمين بشتى اللغات يبين للناس وقد والله استفاد كثير من من الناس بسماع هذه بسماع هذه التوجيهات فلا شك ان هذا يعني امر عظيم تشكر عليه الدوله وهذا من النعم التي نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ان هيئ هذه الدوله جميل. على رعايه التوحيد والسنه نعم احسن الله اليكم شيخنا الكريم مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده ان شاء الله للطواف في ركننا الخامس عبر الفضاء السعوديه فكونوا معنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وترحيب ثاني بضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن سليمان البري مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات لا نستطيع أيضا ونحن نتحدث هنا عن التوحيد أن تفارقنا هذه الصورة المباركة من ذاكرة الحجيج من تاريخ الحج عبر أعوام سابقة الله عز وجل وهو يباهي بضيوف الرحمن في الموقف في عرفة ألا يمكن هذا الحديث أن يدعونا أكثر إلى تأمل هذه الفريضة العظيمة إلى تحقيق التوحيد في نفوسنا وترك التصوير والرسائل وغير ذلك من أجل, من أجل أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم بلا شك ولكن قبل أن يفوتني في هذا المحور الذي ذكرته الجميل نعم. في, في الصفة في السعي بين الصفة والمروة هناك مظاهر عظيمة من مظاهر التوحيد الله معالم التوحيد، نعم لابد ان نقف عليها في هذه اللحظات، منها تأمل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، انه كان يأتي الى الصفا فيرقاه ويصعد عليه ويستقبل القبله ويرفع يديه ويدعو، تأمل معي هذا الدعاء العظيم، قال: فوحد الله وكبر ثم قال: لا اله الا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومستقبل القبلة ومستقبل قبلة رافع يديه يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يكرر ذلك ثلاثا ويدعو فيما بينهم هذا الحديث هذا هذا الموقف ما علم من معالم التوحيد الله هذه الألفاظ يجب على الحجاج بيت الله عز وجل والمعتمرين لبيت الله سبحانه وتعالى أن يتأملوا هذه الألفاظ ترى تدعو إلى التوحيد إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد وكان يطيل ثم إذا نزل أيضا إلى الصفا المروة ورقاها استقبل قبله ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء في كل شوط كان يدعو بهذا الدعاء كل هذا السيد عبد الرزاق فيه يعني معلم من معالم التوحيد الظاهر وهذه الالفاظ التي ليست التي تقال ليست مجرد الفاظ تقال باللسان لا وانما هي معاني يجب ان ان تقف عندها تصدق لا اله يعني نعم؟ أن تصدقها الجوارح تصدقها الجوارح تصدقها العمل، مم. يعني لا, لا لا يصح أبدا أنك أنك تقول لا إله إلا الله ثم تأتي ويكون في قلبك تعظيم لولي صالح أو لنبي مرسل أو لملك مقرب أو لحجر أو لحجر أو لشجر أو لغير ذلك أو مم. لضريح مم. ما يصح هذا الكلام هذا فيه تناقض نعم. أن تكون قلبك لله سبحانه وتعالى ثم تأمل معي أيضا الموقف العظيم معلم معالم التوحيد في سلمك الله في قصة أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أم إسماعيل لما تركه إبراهيم وترك إسماعيل في هذه الأرض المقفرة لا أنيس معهم أبداً إلا الله سبحانه وتعالى. واد غير ذي زرع. واد غير ذي زرع ومعهم من الطعام ما يكفيهم فقط لفترة معينة. ثم من الذي رزقها؟ الله. والله سبحانه وتعالى. فتأمل وأنت تطوف وأنت تسعى بين الصفا والمروة. لابد ان تنقلك ذاكرتك الى ذلك الموقف العظيم وتتامله وكيف ان الله عز وجل رزق ام اسماعيل واسماعيل عليه الصلاه والسلام بهذه الزمزم بهذا الماء المعين وجعله رزق وجعل الناس يتوافدون حول هذه هذه البقعه المباركه فالذي رزقهم قادر على ان يرزقك فالتجئ الى الله سبحانه وتعالى لا تطلب الرزق من غيره سبحانه وتعالى واعود لما ذكرته في 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 عرفة في عرفات وهذا المشهد العظيم أيضاً في معالم كثيرة من معالم التوحيد الله. لو لم يأتي فيه إلا أن الإسلام شرع لنا في هذا اليوم العظيم أن نتفرغ للدعاء للدعاء لدعاء الله سبحانه وتعالى الله. بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك له الملك والحمد على كل شيء قدير هذا خير الدعاء او كما قال صلى الله عليه وسلم <applause> هذا خير الدعاء وتامل سبحان الله العظيم انت لو تاملت هذه اللفظه تجدها تكررت كثيرا هذه الدعوه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد كل شيء قدير لا اله الا الله انجز انجز الى اخر الى اخر هذه الالفاظ العظيمه تجد تكررت كثيرا في مشاعر الحج الله كلها لتحيي ماذا؟ التوحيد في قلب المسلم يعني لابد ان ان يفرد الله سبحانه وتعالى بالعباده لا يجوز ان يكون في قلبه غير الله سبحانه وتعالى ففي عرفات تتجلى هذه المظاهر العظيمه نعم. وتتجلى ايضا رحمه الله سبحانه وتعالى باهل باهل الموقف فلا يعني يوجد يوم اشد على الشيطان من هذا اليوم نعم ما يتعلق شيخ الكريم بالتكبير عند المشعر الحرام عند النفره من مزدلفه الى منى نعم وايضا هذه ايضا من م. من معالم من معالم التوحيد يعني عند ومن يعني من معالم التوحيد في هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفوتنا من معالم التوحيد مخالفه المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ان ينفر من عرفه الى مزدلفه نعم شرع لنا الاسلام ان لا ننفر منها الا بعد إلا ماذا بعد غروب الشمس نعم بخلاف معاليه الى الشرك سابقا حينما كانوا يحجون كانوا ينفرون قبل غروب الشمس فلذلك لأجل مخالفة المشركين شرع الإسلام لنا أننا لا ننفر إلا بعد غروب الشمس وأيضا حتى حتى أيضا الدفع لفاضة من 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 مزدلفة لرمي الجمرة أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندفع منها أو أن نفيض منها قبل أن تطلع الشمس بخلاف أهل الإشراك كانوا ينتظرون الشمس تشرق ولهم في ذلك مقولة معروفة يقول أشرق ثبير أشرق ثبير كيما نغير وثبير هو جبل يقول أشرق نرى الشمس من خلفك كيما نغير يذهبون يتمون مناسكهم فلا شك أن هذا يعني كل هذه تراها معاني عظيمة تحيي فينا عقيدة الولاء والبراء فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام يعني هذه لو تأملنا بهذا الموقف العظيم وتحقيق التوحيد في ذلك لا شك لا شك لأن كل هذا تدلك على ماذا يعني ان ان يكون ليس في قلبك الا الله سبحانه وتعالى فتذكر الله سبحانه وتعالى في مسيرك وذهابك وانت كل هذا ترى التلبيه لازالت معنا نعم لا يعني التلبيه لا تنقطع الا عند رمي جمره العقبه فلذلك يعني سلمك الله التلبيه لا تنقطع الا عند رمي الجمار فلذلك انظر تامل معي يعني التلبيه لازالت مع المسلم ويتنقل من مشعر الى مشعر وهو يلبى هذه التلبيه ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره فهذا يعني يعطيك معنى عظيم إيماني يجب على المسلم أن يستشعره أن ليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى وأنا أؤكد على هذه العبارة سيد رزاق الرزاق وأؤكد عليها يعني أن نفهمها فعلا يعني حق الفهم أن لا يكون في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى لا ترجو مخلوق المصيبة اليوم المصيبة اليوم أنك تجد يعني بعض المسلمين أصبح في قلوب غير الله عز وجل فتجدهم يتوسلون بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأضرحة أو غيرها من المصائب أنه يوجد في العالم الإسلامي اليوم أكثر من عشرين ألف قبر تدعى من دون الله عز وجل يعني يستغاث بها ويحلف بها ويطاف حولها ويصرف لها كثير من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله عز وجل وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون يعني إلا الا ليوحدون، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعباده. نعم، شيخنا حفظكم الله يعني ربما كانت لكم ما شاء الله تبارك الله حجج متواليه في مواسم سابقه فيما يتعلق بابرز المخالفات التي تقدح في التوحيد وانتم ترونها من الحجيج. نعم، لا شك ان المخالفات التي تقع من الحجيج انها يعني موجوده ويجب على طلاب العلم وعلى اهل العلم يعني نصح الناس ونصح المسلمين شفقة لهم ومحبة لهم، شفقة عليهم ومحبةً لهم، لكن إن أذنت لي قبل أن أتكلم عن هذه المخالفات لا يعني لا أريد أن يفوتني أيضا معلم من معالم التوحيد عظيم في رمي الجمار. الله في رمي الجمار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس رضي الله عنه الحصى قال له القط لي مثل حصى الخذف حصل حذف صغير صحيح. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطه ابن عباس وأخذه وأصبح يحركه بيده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهذا ترى علم من معالم التوحيد جميل لأن مما يقدح في عقيدة التوحيد الغلو الغلو سواء الغلو في, 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 في العبادات أو الغلو في الشعائر أو الغلو في الأولياء أو الغلو في الصالحين أو الغلو في, في, في الأنبياء كل هذا مما يقدح في عقيدة في عقيدة المسلم فلذلك هذا فيه معلم من معالم التوحيد جميل. اما ما ذكرت وتكرمت به من المخالفات التي بس عفوا يا نبقى فيها يعني خلينا ندمج هذين المحورين مع بعض تحدثت عن الجمرات نعم. وما تشاهدونها تشاهدون ايضا من مخالفات تقدح في التوحيد فيما يتعلق المبالغه مثلا اكرمك الله والمشاهد الكرام رمي هذا الشاخص بالاحذيه وكان الشيطان هو الموجود في هذا المكان نريد ان ننبه للناس ان يكون اعمالهم متوافقه مع هدي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح ولذلك يعني هذه المخالفات التي تقع ما كان لها ان تقع لو كان يعني اهل الاسلام يتفقهون ويعني يسالون عن عباداتهم قبل ان ياتون وهذا هو الواجب يعني الواجب ان المسلم قبل ان يؤدي اي عباده ان يعرف كيف تكون هذه العباده على على السنه وفق السنه حتى يعني لا يخسر هذه العباده لان الله عز وجل لا يمكن ان يقبل العباده الا بشرطين اثنين اولهما إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وثانيهما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، <applause> ونحن نشاهد والإسلام يشاهدون المخالفات التي تقع في رمي الجمرات، منها مثل ما تكرمت أنهم يعني يرمون هذا الشاخص، لأنهم لماذا؟ لا يستشعرون أن أن أنه إنما جعل الطواف بالبيت الله والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. لو كانوا يستشعرون هؤلاء هذا المعنى ما فعلوا هذا الشيء ما فعلوا هذا الشيء لأنك وأن ترمي الجمار هذه العبادة العظيمة وأن تؤديها تؤديها بخضوع وخشوع وبروحانية عظيمة لأنك أن تكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصاة هو المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى والاقتداء بالنبي الخليل عليه الصلاة والسلام والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح بعد ذلك أنك تأتي وترمي هذا الشخص أو تأتي وتتلفظ بألفاظ لا يجوز التلفظ بها وأكبر من أنك تأتي وترمي مثلا بأحجار كبيرة وتؤذي الناس واكبر من انك مثلا تاتي وكرمكم الله يعني ببقايا الانسان من احذيه او غيرها تجد هذا هذا الامر، مم. هذا كله من المخالفات التي يعني للاسف تلاحظ في في الحج مم. ويجب على اهل الاسلام ان يتلافونه ويعرفوا ما هو المقصود من هذه العبادات التي شرعها الاسلام. لكن فعليا هل الشيطان موجود في هذا المكان حتى يتلفظ عليه ويرمى بهذه؟ لا 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 مثل ما ذكرت لك مم. يعني انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه. ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه فقط وتعالى يعني هذا هذا هو هذا هو المقصود من الحكمة العظيمة من من هذه العبادة هي إقامة ذكر الله وإحياء ذكر الله سبحانه وتعالى نعم شيخ الكريم نختم هذه الحلقة بوصايا نبعثها للحجيج نعم أهم وصية نعم أوصي بها نفسي وحقيقة يعني الحجاج بيت الله سبحانه وتعالى الحرام أن يتفقهوا في دين الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلا بد ان قبل ان تدخل في اي عباده وخاصه عباده الحج، لا بد ان تعرف صفه الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: خذوا عني مناسككم، وتامل معي لما قال خذوا عني عني ليس برغباتكم ولا باهوائكم ولا بما يقوله الناس لكم ولا بما ترون من فعل الناس. سيد عبد الرزاق ترى كثير من حجاج اليوم يقلد يرى الناس يفعلون فيفعل في مثلهم ما يمحص ما يميز يراهم يمسحون على المقام ابراهيم يمسح يراهم يمسحون على على كسوه الكعبه يمسح يراهم مثلا في 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 عرفه يصعدون الى الى جبل الى او يسمى بما يسمى بالرحمه فتجدهم يصعدون يصعدوا وبعضهم يطوف عليه ويتمسح بالشاخص الذي يقلد وكل هذه من البدع والمحدثات فانا اقول يعني الوصيه التي اوصي بها نفسي وحجاج بيت الله الحرام <applause> انهم يتفقهون في دين الله عز وجل ويعلمون ويسالون اهل العلم الثقات اهل السنه قبل ان يدخلوا في هذه العبادات وان يتجنبوا كل هذا لان يعني هذا المسلم قطع المسافات وانفق الاموال كله يريد ان ينال اجر الحج فيجب عليه ان يحرص ايضا ان يؤديه على وفق ما امر الشرع به وامر الاسلام به نحن نشكركم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن سليمان البريه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة على هذا الحديث المبارك والبيان المسدد في علاقة التوحيد بالحج نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم المسلمين تحقيق التوحيد في قلوبنا آمين وأنا أشكركم أيضا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء حقيقة على خاصة في هذه السنة أذنت لي بتقنينهم لعداد إجراءات الاحترازية، جراءت كل هذا ترى يعني من مصلحة المسلمين والحمد لله وجدت تأييد، ومن من الدول الإسلامية ومن المنظمات أيضاً الإسلامية. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صات وكريم المتابعة وأتذكر أن هذا الحج هو فرصة لتحقيق التوحيد لله عز وجل ليس فقط مجرد أقوال وأفعال نقولها وإنما هو درس عظيم للمسلمين في كل مكان من خلال هذه التلبيات المباركة وهذه الأذكار وهذه الأنساك التي تدل دلالة واضحة على وحدانية الله عز وجل وتدعو وتحض على ذلك كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم نتمنى للمسلمين ولحجاج بيت الله الحرام القبول في هذه الايام المباركه نشكر كذلك مخرجنا القدير وكافه الزملاء في هذه القناه المباركه السعوديه وكذلك شكر متواصل للاحبه في وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد على تعاونهم في اقامه الركن الخامس عبر فضاء السعوديه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من